نشاط فني كبير بتعيشه الفنانة هند صبري بعد الانتعاشة في حركة السينما. أنا سعيدة بعودتي للسينما لأنه عشنا في يمكن 5-6 سنين الأخيرة أو 8 سنين الأخيرة ركود سينمائي كبير، فهذه سنة سينمائية بامتياز بالنسبة لي. وبتشارك في مصر بعدد من الأعمال السينمائية الجديدة. عودة السينما الوجبة الدسمة الكبيرة في مصر خلتني أنا شخصيا نفرح برشا بالفيل الأزرق الجزء الثاني اللي صورته وفيلم الممر اللي كنت ضيف شرف فيه، هما فيلمين كبار. هو الموت بيجري اللي بيحارب بس. أنا إن شاء الله مش هموت. ما هو بيجي في لحظة لأي حد. هترجع بس أنت مش خايف؟ وبعد فيلمها الأخير ظهرت حلب بترجع للسينما التونسية بعمل جديد. عودة للسينما التونسية مع نورة تحلم بعد ظهرت حلب سنة 2015. ما جيتش للجهة. وكشفت لنا عن بعض تفاصيل الفيلم. فيلم مختلف يمكن الناس لا تنتظر هند في هذا الفيلم، وهذا من أكثر الأشياء اللي تخليني أقبل تحديات معينة لما الناس تكون مش منتظر مش مستنيتني في حاجة نمشي لهم بالحاجة هذيك. إن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله نورة تحلم يخليكم تحلموا. وسألناها عن تفاصيل أكتر وعن ميعاد طرح الفيلم في دور العرض. نورة تحلم آخر فيلم تونسي صورته في شهر أكتوبر نوفمبر، وفي نهاية مراحل المونتاج والميكساج حاليا، ثم في القاعات في تونس في سبتمبر إن شاء الله أو أكتوبر قدرة ربي، مع تزامنا مع أيام قرطاج السينمائية. ويا ترى هتقول لنا ايه عن تجربتها السينمائيه الاولى صمت القصور؟ صمت القصور هو ولادتي، هو ولاده ثانيه ليا، ولاده سينمائيه حقيقيه وعائله سينمائيه جديده، وليست صدفه اني سميت عليا بنتي على اسمي في صمت القصور، اسم شخصيتي في صمت القصور، لانه انا ارى ان هذا الفيلم هو شكل حياتي.